كابتن عبد الوهاب نقول لك يعطيك العافيه. مشاركه جيده اليوم، بس نجي شوي عشان الكاميرا. مشاركه جيده اليوم، لكن في ظل غيابات وفي ظل جهاز فني جديد، شفنا صوره جيده اليوم للشباب. الحمد لله، اول مره قدمنا اللي علينا، جاتنا فرص ما استغليناها، بس القادم افضل ان شاء الله باذن الله. ايش اللي تغير اليوم؟ يعني في فرص كثيره ضاعت عليكم عبد الوهاب. ممكن شوي ترجع شوي بتطيح وراش. طبقنا يعني كلام المدرب، لعبنا على المرتدات على المساحات اللي فريق الفيحاء، وبس هذا اللي استغلنا يعني. يمكن البعض حدث انه ممكن يكون في تغيير، بس ممكن خلال يومين مستحيل يكون تغيير مع مدرب جديد للفريق الشبابي. لا والله انت تكون متعود على مدرسه، بعدين تيجي على مدرسه تدريبيه جديده. اي بس انه خلال يومين هذا تمرنا بس تكتيك المدرب، يعني لياقيا ما تمرنا، بس تكتيك المدرب، وحاولنا نطبق اللي نقدر عليه من تكتيك المدرب. غيابات اثرت عليكم اليوم؟ اي والله كثير، واصابات بعد. رجع قوي لعبد الوهاب يعني. الحمد لله، والقادم افضل ان شاء الله. مستعجل مره هذا. اي والله بمشي خلاص اجازه. يلا.